في حاجة قبل ما أتكلم، عيب إن أنا أتكلم في ناس أفاضل موجودين، أساتذة وخبراء، عشان كده كل الحاجات التاريخية والثقافية شلتها، لأن كيف تتحدث النملة في حضور الأفيال؟ أفيال أنتم؟ في 5 فروض دلوقتي، أنا بسميهم فروض. الأول، الوقف أصبح فرض. يعني مع كل جمعية بتنشأ لابد يكون فيها داخلها إرادة، إدارة وقفية، إلى أن تستقل هذه الإدارة تبقى جمعية لوحدها. فالوقف مش أصبح دلوقتي مندوحة وسنة وكذا، ده كلام كان في أيام الرخاء. دي نمرة 1. الفرض الثاني، التطوع. التطوع أصبح فرض. ما ينفعش إحنا يكون عندنا حوالي 40 مليون عربي، ما بين مشرد وما بين لاجئ وما بين نازح، ونقول التطوع مش فرض. لا، أصبح فرض على الشباب بالذات وعلى الكبار في المجتمع. الفرض الثالث، بناء مؤسسات المجتمع المدني. بناء مؤسسات المجتمع، دولة من غير مؤسسات مجتمع مدني أو دولة بمؤسسات مجتمع مدني ضعيفة هي دولة هشة. تستطيع أي مجموعة أن تخترقها وتحولها إلى دولة فاشلة. الرابعة، كفرد، المؤسسات البحثية. إحنا من أضعف الشعوب والدول والمؤسسات في عمل بحوث، ولا نؤمن بالبحوث. نؤمن بنبني مبنى كبير نصرف عليه ملايين. كنت أنا في مكان ما، في بلدة ما، المبنى مكلف 6 مليون دولار. نقول لهم بحث ب 20,000 30,000، الناس مخها مفيش. الحكومة تتكلم عن أرقام، ما تتكلمش عن عواطف. مؤسسات دولية تتعامل مع أرقام، معناها أبحاث. أنا ضعاف جدا 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 في العمل البحثي وعمل الفكري اللي هو ثينك تانك، اللي احنا بنصنف من خلاله من الآخرين، ونقعد نقول يا دول كذا. طب ما انت ما عندكش الإمكانية، عندك الإمكانية المادية لكن ما عندكش الإمكانية إيه؟ الأخيرة، اللي هو لابد لابد لابد، وهقعد لابد لبكرة، إن نشجع الشباب يعملوا أي مبادرات حتى ولو فشل، حتى ولو المبادرات فشلت لابد أن ينشغل الشباب بعمل مبادرات، ولابد للجمعيات أن تستوعب إيه الأكادر الشباب والنساء. لأن دلوقتي إن إحنا مخترقين في الأمة العربية الإسلامية من التطرف والإرهاب وكل الهيصة الكبيرة اللي موجودة دي كلها عندنا. ليه؟ لأن إحنا لا نهتم بأن نشجع الشباب على أنهم يكون قادة مجتمعيين. هم شباب، مش تلميذ عنده 60 سنة و70 سنة و80 سنة يخليه هو قائد مجتمعي. لا، ده هو شاب وأنا موجود يكون قائد مجتمعي. دول 5 فرائض. لسه ما بدأتش. أبدأ؟ يلا، عشان نعمل الحركات اللي بتعملوها دي. يلا، لو كان مفيش طار. هي دي، لا في واحدة قبلها، هي أول الموضوع. لا، اتك على الأيمن تحت اللي بعدها. طبعا تعرف الوقف، انتوا عارفينه احسن مني، فانا مش هتكلم فيه كتير. ايوه، اللي بعدها بقى. ده الوقف مش جمعيه فقط، الوقف الصناعه ما هوش مجرد ان انا بعمل جمعيه واسجلها واجيب الحاج فلان ولا الشيخ فلان والاخت فلان تمسكها. لا، هو ثقافه وهو لكن هو ركيزه مقطعيه في كل منحة من مناحي بناء المجتمع. ركيزة مقطعية في كل منحة مجتمع. أين سكن؟ في أمريكا أو كندا أو أوروبا، تستثنى معها جنوب أفريقيا وممكن تركيا إلى آخره. تركيا ثقافة الوقف عندها قوية جدا جدا جدا. فبننصح بعض الناس، أنا طبعا لست خبير، لكن دي من إيه؟ زي ما كنت سواح أغني؟ مؤسسة وقفية. بعد كده المؤسسات ايه؟ الكلام ده ممكن يزعل بعض الناس. لو كنت انا في الاداره بتاعت المؤسسه بتاعتي، تديرها
خارج المجموعة التي تدير المسجد، وخارج المجموعة التي تدير الاتحاد أو الحزب أو الجماعة أو الجمعية الأخرى. ما ينفعش طوائي لبسهم الجمعية على خطأ شخص في جمعية أخرى منتسب إليها. تطوير الوقف أهم شيء. إحنا بنعمل وقف، إحنا بنعمل وقف مش عشان نعمل جمعية، إحنا بنعمل وقف عشان نستثمر في الإنسان. يوم ما حننسى الاستثمار في الإنسان يعمل الوقف للإنسان، أو لو كان في أشياء تانية للمناخ أو للحيوان أو للطير إلى آخره. لكن إحنا كثير جدا من الأحيان ننسى الهدف الأساسي من أجله ننشئ الوقف، ونبتدي نبص على الهيكل. اللي بعدها انا هحاول اوفر عليك وقت اكتر مني، واللي عايز يسال اسئله ما فيش يسال. ازاي نطور الوقف؟ مشاكل الوقف واداره. والوقف كمسيره ما بيبنيش يوم او يومين. يعني هارفارد يونيفرسيتي دلوقتي داخله على 40 مليار 40 مليار دولار. يعني لو حبت تعمل اي فيلم سينمائي او مليون او اتنين او خمسة او عشرة مليون دولار. كذلك جامعة اكسفورد اللي اتكلمت عنها. فلذلك لما ننظر مثل هذه الاشياء نجد المسيرة دي بدأت من من عشرات او مئات السنين. او بعد 20 سنة. لا. دي بقى حماية المؤسسة. لابد اللي في النص النمرة واحد دي اللي هي المؤسسة الوقفية. اللي حواليها دي دوائر تحمي المؤسسة الوقفية لكي تستمر. يعني عندكم الفرنساوي. وبالك اللي هو الماسة أو الجوهرة، فلا بد أن نحيط الجوهرة دي بكل هذه الدوائر لكي نحافظ على استمراريتها. من أهم الأشياء طبعاً المناخ، في ثلاث أو أربع أشياء: حرب الإرهاب، غسيل الأموال، تطرف، فأصبح الإسلاموفوبيا. إن لبناء الأوقاف أكثر بكثير من حاجتنا في المناخ اللي مختلف. زي ما أنا قلت قبل كده، لما جينا فتحنا الغسل الإسلامي الحساب بتاعها في 84 من غير دلوقتي عشان تفتح حساب في البنك. يعني نركز على هدف. تاني واحدة، من هم العاملين على الوقف؟ من هم العاملين؟ إحنا كثير جدا في الأحيان بنختار الأمين وليس القوي. ما ينفعش. ولا بست حركات ولا بثمان حركات ولا بعشر حركات. ابدا ابدا. ربنا سبحانه وتعالى قوي الامين. احنا في كل مؤسساتنا بنجيب الامناء، مش مشكله. بيقول اللهم اني اشكو اليك. خلاص واضحه. ما ينفعش ابدا ابدا. حتى مجلس الاداره يجب الانتقاء. في مؤسسه دلوقتي كانت في بريطانيا دون ذكر اسمائها، شال كل مجلس الاداره، كل مجلس تغير المجلس، نزلوا اعلان برسم وظيفي لكل عضو من اعضاء مجلس الاداره. كنا احنا بنستشار في هذا الامر انا شخصيا، واختاروا كذا جمعيه ثانيه اختاروا عشان، وتعينوا دلوقتي واحده مسلمه واحده غير مسلمه والباقي كلهم مسلمين. حتى مجلس الاداره في المجتمع الاوروبي اللي احنا عايشين فيه، المجتمع الامريكي اللي احنا عايشين فيه، المجتمع الغربي اللي احنا عايشين فيه، بيبقى اعلان لكي يختار واحد فيهم. يكون الحزام الثالث بتاعنا اللي هو المتطوعين. لازم يكون عندنا متطوعين من الشباب ومن النساء من كافه مناحي المجتمع. هل احنا ممكن من الموظفين يكون في مؤسساتنا الوقفيه الاسلاميه موظفين غير مسلمين؟ نسال نفسنا السؤال ده. اخي والشيعي والسني، يعني الشيعه والسنه دخلوا في الاغاثه الاسلاميه من القرن، مش القرن الماضي، لا، من العشرين الماضيه. كان عندي اثنين مساعدين ليا، واحد فيهم شيعي ايراني، شيعي اذربيجاني، والثاني شيعي باكستاني. تمثل قواسم مجتمعيه. تمثل قواسم مجتمع كبير، ونحن لسنا المجتمع. نحن لسنا المجتمع مهما عظمت اعضاء الاعضاء وامكانيات المؤسسه بتاعتنا. لو ما هيحموا الوقف. ليه الوجيه؟ يعني كذا مره نتكلم يقولوا احنا عايزين نجيب الامير تشارلز، مش عارفين الأميرة مين ومين مين. هيجي لك ليه؟ أنت لكي يسعى هذا الأمير
فيكون شرف لي هو أن ينتمي بالأداء وبالهيكلة الداخلية وبالشفافية المعيارية ها وبالمشاريع اللي احنا بنتكلم عنها. واحد بعد الأحداث بتاع سبتمبر 11 11 سبتمبر دعانا الأمير تشارلز نفسه إن احنا نروح إن هو يجزرنا سوري مش دعانا هو قال لنا حاجة أزوركم وتبرع علينا في الإغاثة مبلغ رمزي 2500 جنيه مبلغ مش قيمة ده لا احنا بنتكلم على قيمة لماذا؟ لأن أنت في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا واحنا بنحط التشكيلة دي كلها من المتطوع من العام من هنلاقي نفسنا ان الناس يأتونا إيه احنا فكرنا يكون فكر مجتمعي ما يكونش فكر ايه متقوقع فليه احنا عايزين دايما نقول احنا عايزين نجيب طارق زيزو لو انت قلت زيدان ولا مين عشان يديله 10 جنيه ده يديله 10 جنيه طارق ليه هيقول السكرتير بتاعه يقول لا ما تروحش ما تروحش تروح ليه يخاف لان يعني ده المناخ بتاع دلوقتي يخاف يمنع الصديق انه يكون مؤذي ساعات احنا بنزعل منهم لا ما زعلتش منهم لا بد الانسان ينظر لنفسه نظره داخليه شامله من الداخل وجاء انا هركز على دي عشان الباقي كله كلام واخد بالك وطبعا انا لا استطيع ان انا ان اتكلم عيب مش من الادب مش كده مش من الادب ها انا قليل الادب مديحة على ربنا يبقى عيلة القوم السفراء لابد يكون سفير الضغط بتاع واتس ازاي امين السفراء لابد يكون سفير احنا ما اول مره فكرنا في سفراء الغاسه ما كنا فكرنا فيها في التسعينات 20 سنه كان دوله سواء كان من بعض الشخصيات الاعلاميه او الفنيه الى اخره الى اخره هم تكلموا باسم الاغاثه وما يدافعوا عنك أنا راح وشافوا المشاريع بتاعتك أنا نتكلم يا أخوانا أنا مش بتكلم في حقيقية والآخرين عملوها ونفذوها بأنظمة ومنهجية ومعيارية وسياسات احنا بنحط السياسات بس بننفذ السياسات بنحط المعايير بس بنختلق المعايير لاين دونيشن بيدفع الفلوس مش هدفع لك أنت لأن ثقافتك اللي بتحطها على الفيسبوك بتاعك وعلى الواتساب والحاجات دي كلها ما تمشيش مع فكر الشباب اللي هو حوالي 50% 40% من المجتمع فلذلك الأمر جد خطير مش سهل والوقف يعتبر قاطع 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 في مناحي المجتمع الفكر المجتمعي الوقف أنا قد أقين عندي فكر ايديولوجي ده بتاع أنا شخصيا يؤثر للمجتمع أنتوا عندكم الانتخابات هنا مش هو قرر ما بين حزبين صح ولا لا فاستطاع ان يفهم اكبر كتلتين سياسيتين رئيس الجمهوريه ربنا يوفقه باذن الله سبحانه وتعالى فقبل كده كان في ناس كتير عايزين يعملوها بس ما قدروش فعمل الثنائيتين فعشان كده نجح ب 60% او 70% لو نجح بيهم 66% طبعا دي النتيجه يعني خطيره يعني مش سهله فلما ننظر للفكر المجتمعي لابد ان اعرف المجتمع اعرف حوالي المجتمع ونواحيه كلها ها وبقى استطيع ان اتعامل مع كافه جوانب هذا الفكر المجتمعي ما فرضهاش على المانح ما فرضهاش على ايه على المستفيد الى اخره فكل هذه الاشياء اللي بنتكلم فيها دي عشان نحمي المؤسسات الوقفيه احنا عايزين اوقاف يا اخي فاضل يا دكتور عشان تبني شبكه قويه جدا المنتدى اللي عملناه في سويسرا انا خلصت ولا لسه كم دقيقه دلوقتي بس لا 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 انا مش هتكلم نص ساعه انا لا انا خلي مجال طبعا انا عايز اركز يمكن في ان انا اخلي يمكن يكون هدف او هدفين نشر الوعي الوقفي ان شاء الله ياخد مني 5 سنين ان انا اخلي كل طفل في البيت يعرف ازاي يطلع كل يوم عشان يتبرع بيه الوقف نشر الوعي من حالة الأمومية جهل نعلم الناس بعدين الناس بعد وعي شوف قد ايه المسيره ماشيه جهاله واميه التعليم فالوعي خطير خطير بالنسبه ايه للمنتصره يا ريت احنا نركز حتى الاموال اللي بتجيلنا من المانحين نركز على انا ما يهمنيش ابدا ان انا اقعد ادرب ناس كلها في 50,000 جمعيه بتدرب لكن انا يهمني ان انا انشر الوعي كثقافه
وتغيير حسب النعشات وضحاها. انا بس انا هنهي طبعا كلام يعني مكرر الى اخره، واشكركم جميعا انكم، وانا قضيتي هي قضيه الحوكمه وقضيه الاداره. ليه؟ لان من لبنان لمصر للسودان لكذا المؤسسات العربيه والاسلاميه تعاني.